زين الف صباحو، جينا على الصيفية على لبنان. ايه والله كان صار لزمان، سنة كاملة قاعد برات البلد، صرت مهندس وبس ارجع هلا بصير مثل الولد، ما بيعود همي ولا شي بهالدنيا اكتر من القعدة مع ستة خبرها كيف كانت هالسنة. فريا لك اشتقنا لك، كيف الضيعة القراية والحبايب، كيف احوالك؟ اشتقنا نتمشى بهالجرد فوق الشير، من بعد على الغدا انا وستي مرمر وامي عبير، في عالم تجي للسهر والمطاعم ومدري ايش، بس انا بفضل طلع على الشلال وسحم مع كرومب طحينة ما بعرف ليش. شو اي متى رجع على فرنسا؟ اي متى ما قررت تروح؟ يا زلمه خد نفس بعدنا واصل، وهم نطلع نتمشى بشبروح. شفلي هالسويقات اقوى شوفير سكوتر بالبترون، ويلا قطو ورا قطو، لك الا ما تسايب عيد حدا يكون. طيب انا اي مزبط الزعترات والحمص والتوت بهالبراد، بس مثل العاده بده يطلب منكم طلب خيكم الجاد، استفيدوا من كل لحظه مع حبايب القلب، لأن يعني القعدة معهم بتسوى الدنيا قد ما تسافروا شرق وغرب. وإذا متلي عندكن إيف وأطوان ورامي ما رح تقدروا تشوفوهن، طمنوا عليهم وقولوا لهم قد بتحبوهم.